أنا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا إن أنا ممكن أهد مصر ب2 مليار جنيه، فهم استغربوا قوي. قلت لهم أدي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة. إن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في إفريقيا. تفتكروا لما دولة يموت منها 25 مليون من قلة الأكل، ما قاموش هدوها، ما قاموش إيه؟ لا ما قاموش هدوها. بقالنا من الساعة 9 الصبح، حرام عليكم يا جماعة. احنا قدام اهو مكتب التوثيق المطور فرع الرحاب، الناس واقفة بقالها ساعات، مفيش حد بيدخل، مفيش حد بيعمل توكيل، مش عايز حد غيره، فاحنا المفروض نفضل واقفين بالساعات كده؟ لا في ستات ولا في حد بيدخل غير الناس طبعا اللي قابضه واقفين بقى ايه مستنيين من الساعه 9 الصبح. يلا ستات العنصر النسائي محافظه الفيوم كلها معاك يا ريس. رئيس الجمهورية بالنسبة له منافس فوق، وأنا مش عايز غير ستارة وصندوق وأفوز عليه.